الرئيس السيسي يصل مدينة كازان الروسية للمشاركة في قمة بريكس التي تشارك فيها مصر كعضو للمرة الأولى. مصر تؤكد تمسكها بتحقيق وقف إطلاق نار شامل بالمنطقة وإدخال المساعدات لقطاع غزة. عشرات القتلى والمصابين في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الحريري بضاحية الجنوبية لبيروت. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. منصة جديدة تعتليها مصر لإيصال صوت الجنوب للعالم بعيداً عن سياسات الاستقطاب. من هنا جاءت مشاركة مصر في قمة تكتل بريكس للمرة الأولى منذ انضمامها رسمياً في يناير الماضي. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة كازان الروسية للمشاركة في قمة تجمع بريكس التي تشارك فيها مصر كعضو للمرة الأولى. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس سوف يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر وموقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا الهامة دوليا وإقليميا، خاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع. وسوف تتطرق كذلك مداخلات السيد الرئيس إلى قضايا تغير المناخ وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع. كما سيشارك الرئيس السيسي في قمة بريكس بلس والتي تضم بالإضافة إلى الدول الأعضاء في بريكس الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة للتجمع. أضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر كذلك أن يلتقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومع عدد من الرؤساء والزعماء المشاركين بالقمة لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وينضم إلينا مباشرة من مدينة كازان الروسية موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، دعني في صورة قمة بريكس والمشاركة المصرية فيها. انتهت كل الاستعدادات التي تجريها موسكو لاستضافة هذا الحدث الهام الذي وصفه نائب وزير الخارجية الروسي بأنه أكبر حدث سياسي في 20 عام الماضية تستضيفه موسكو على مستوى تمثيل أكثر من 83 رئيس دولة ورئيس حكومة يشارك وتشارك بلاده في هذه القمة السنوية لتجمع دول البريكس. كما هو معروف الدول المؤسسة لهذا التجمع هي روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب افريقيا. وفي مطلع هذا العام اعلن عن انضمام كل من مصر، المملكه العربيه السعوديه، دوله الامارات، ايران، وإثيوبيا لهذا التجمع ليصبح عدد أعضائه 10 أعضاء. هناك طلبات من أكثر من 32 دولة تقدمت بالفعل إلى التجمع للانضمام لهذا التجمع الاقتصادي الهام الذي حقق خلال السنوات القليلة الماضية طفرات متلاحقة على صعيد التعاون الاقتصادي بين دوله. ربما أبرز هذه الخطوات تأسيس بنك التنمية الجديد برأس مال 50 مليار دولار، وأيضا تأسيس صندوق الطوارئ برأس مال 100 مليار دولار. عدد كبير من الموضوعات والقضايا سوف تكون مطروحة على أجندة عمل هذه القمة خلال انعقادها على مدار يومين، غد وبعد غد، بمشاركة أكثر من 32 رئيس دولة وحكومة. من بين هذه التحديات التطورات الإقليمية الراهنة التي باتت تضفي بظلالها
سلبية على حالة الأمن والاستقرار، وبالتالي على حركة الاقتصاد العالمي أو على الأقل حركة الاقتصاد بالنسبة للدول الأعضاء في هذا التجمع، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تتعلق بتسريع وتيرة التعزيز وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول التجمع، خاصة فيما يتعلق بمجالات الطاقة الجديدة والنظيفة، وأيضا مجالات توطين التكنولوجيا وتسريع وتيرة عمليات التنمية المستدامة على الأصعدة مثل الصعيد الصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي هذه القمة لأول مرة بصفة رسمية بعد انضمام مصر لهذا التجمع مطلع العام الجاري، ومن المنتظر أن يلقي سيادته كلمة مصر الهامة خلال اجتماعات هذه القمة، والتي يستعرض خلالها محاور رؤية النظر المصرية حيال الكثير من التطورات الراهنة في الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع الدول الإقليمية الفاعلة على الصعيد الاقتصادي وفي مقدمتها دول تجمع البريكس. في المقابل هناك عدد من اللقاءات الثنائية التي سوف يجريها السيد الرئيس مع عدد من رؤساء الدول والقادة وأيضا رؤساء المنظمات المعنية الصديقة لتجمع بريكس على هامش الاجتماع الذي سوف يجريه السيد الرئيس غدا بحضوره الجلسة الافتتاحية. هناك لقاءات ثنائية كما أشرنا، من أبرزها لقاء سوف يجمع سيادته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن سلسلة متواصلة من اللقاءات التي تجمع الزعيمين تعمل على تعزيز أطر التعاون وأيضا التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع عدد آخر من الزعماء المشاركين في هذه القمة أو على مستوى متعدد الأطراف. لقاءات تجمع سيادته مع ممثلين ورؤساء لهيئات ومنظمات دولية إقليمية تعمل في المجال الاقتصادي بشكل خاص. هذا التجمع في عجالة حقق كما أشرنا طفرات متلاحقة، يكفي الإشارة إلى آخر تقرير لصندوق النقد البنك الدولي عفوا، الذي أشار إلى أن حجم الناتج المحلي للدول الأعضاء في بريكس مجتمعة يناهز 31.5% من حجم الناتج الاقتصادي العالمي، متخطيا بذلك حجم الناتج الخاص بالدول الصناعية السبع الكبرى G7، بما يؤشر على أهمية هذا التجمع والخطوات التي اتخذها مؤخرا لتسريع عمليات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وأيضا مد جسور من التعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية الأخرى، بما يعزز إيصال صوت الدول النامية وصوت الجنوب تحديدا وإنهاء القطبية العالمية فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية، وخلق فرص لتسارع عمليات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء والدول النامية بشكل عام أو الدول التي تطمح في الانضمام إلى عضوية هذا التجمع. قمة هامة للغاية تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تعصف بمناطق متفرقة من العالم، وأيضا تكتسب أهمية خاصة لمصر بصفتها عضو جديد منضم للتجمع، تهدف من خلال هذه العضوية مصر لمد أسور أواصر التعاون مع المنظمات الإقليمية والتجمعات الاقتصادية تحديدا، بما يضمن إتاحة المزيد من فرص للتعاون على مجال أو في مجالات الاستثمارات المتبادلة، التجارة البينية وغيرها من الأصعدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي كما أشرنا. نعم، من مدينة كازان الروسية موفد التلفزيون المصري علاء رشوان، جزيل الشكر بالطبع سنوالي متابعتنا الإخبارية معك على مدار أيام انعقاد قمة بريكس. يضاعف انضمام مصر إلى مجموعة بريكس من قدرتها في دعم تنميتها المستدامة، حيث يحمل انضمام مصر إلى عضوية مجموعة بريكس كثيرا من الدوافع على المستوى الاقتصادي والتجاري والتنموي. تتصدر تلك الدوافع الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، والاستفادة من اتجاه بريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي. خطوة اقتصادية هامة حققتها مصر بالانضمام إلى مجموعة بريكس، والتي تضم عددا من أكبر القوى الاقتصادية حول العالم على رأسها الصين والهند والبرازيل وروسيا. تأتي أهمية انضمام مصر لمجموعة بريكس بسبب النمو المتوقع تحقيقه، خاصة بعدما ارتفعت نسبة مساهمة الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي من 25% إلى 40%، كما سيؤثر
ويضيف انضمام مصر للمجموعة العديد من المزايا الاقتصادية للتكتل، حيث حققت مصر ناتجا محليا إجماليا قدره 398 مليارا و400 مليون دولار في عام 2023، وجاءت في المرتبة 38 عالميا. انضمام مصر إلى تكتل بريكس سينعكس إيجاباً بشكل كبير على الاقتصاد المصري، حيث سيتم تخفيف الضغط على الدولار، ويمكن لمصر الاستفادة من السياسات التي يطبقها على الدول الأعضاء، خاصة المتعلقة باعتماد عملة مشتركة بين أعضاء بريكس، وخلق منطقة تجارة حرة واتفاقيات الدفع المباشرة، ما سيؤدي إلى تقليل الضغط على الدولار، من ثم لمزيد من الاستقرار في سعر الصرف الرسمي. وتستهدف مصر من الانضمام إلى تكتل بريكس زيادة الاستثمارات من الدول الأعضاء في المجموعة، وستقوم هذه الدول بفتح آفاق استثمارية جديدة داخل القارة الأفريقية، حيث بلغت استثمارات دول المجموعة في مصر 891 مليون دولار في عام 2022، كما يوفر تكتل بريكس التمويل الميسر للأعضاء في المجموعة، حيث ستعمل عضوية مصر في بنك التنمية التابع للتكتل على فتح الفرص التمويلية الميسرة للعديد من المشروعات الإنتاجية المختلفة داخل مصر، خاصة وأن الهدف الأساسي للبنك هو إنشاء بنية تحتية جديدة وتحسين جودة الحياة داخل الدول الأعضاء. وترتبط مصر بعلاقات متميزة مع العديد من دول تكتل بريكس، ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس إلى 47.8 مليار دولار خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في المجموعة، الأمر الذي ينعكس على تحسين الميزان التجاري في مصر. ولمزيد من التحليل والمتابعة انضم إلينا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد أرحب بك. أهلا بك يا فندم كل مشاهدينك الكرام. نعم دكتور أحمد، أهمية انضمام مصر لتجمعات مثل تجمع بريكس الذي يركز بالتأكيد على التعاون بين دول الجنوب، وقد انضمت مصر بشكل رسمي في يناير الماضي. بالطبع هناك العديد من الدلالات والأهمية الكبيرة لانضمام مصر لعضوة البريكس. أولها طبعا الثقة الاقتصادي الكبير للاقتصاد المصري كأحد الاقتصادات الواعدة التي حققت معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات والأزمات، سواء أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. واستطاعت مصر بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أن تشكل يعني دورا مهما في النظام الاقتصادي الإقليمي، وهذا بالطبع أعطى مصر المصداقية والثقة الكبير في انضمامها للمجموعة. النقطة الثانية هي تأتي في إطار أيضا سياسة أو دبلوماسية التنمية، بمعنى توظيف علاقات مصر الجيدة مع كل دول العالم وعلاقات الرئيس السيسي لدعم التنمية في الداخل، بناء الشراكات الاقتصادية مع كل دول العالم شرقا غربا في إطار سياسة الحياد الإيجابي، والانفتاح على التجارب الاقتصادية المختلفة والاستفادة من المزايا النسبية. وبالتالي انضمام مصر هذا التكتل يمثل أهمية كبيرة ويحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والتجارية وأيضا الفوائد السياسية
لمصر. فيما يتعلق بالجانب المصري، بالطبع هي تفتح افاق جديده امام السلع والمنتجات المصريه في اسواق هذه المجموعه المهمه التي تمثل 44% من سكان العالم، تمثل ايضا ما يقارب 37% من حجم الناتج العالمي، كذلك انها تضم تقريبا ربع مساحه الكره الارضيه، وكذلك العديد من المزايا التي حتى مكنتها من ان تتفوق على مجموعه الدول السبع الصناعيه، وبالتالي هذا التكتل بيتيح الفرصه طبعا للافاق للسلع المصريه، كما انها ايضا يساهم في جذب الاستثمارات في تحقيق التنمية في الداخل، خاصة في المشروعات القومية مثل محور التنمية في قناة السويس والعاصمة الإدارية، وهناك مزايا نسبية لهذه الاقتصادات سواء الصين أو روسيا أو الهند أو البرازيل أو غيرها من دول المجموعة التي تمثل أهمية كبيرة وتحمل ثقلا اقتصاديا، ومصر منفتحة على كل الدول وتستفيد بالطبع هذا الانضمام سيعطي مصر مزيد من الاستثمارات، مزيد من الدعم، مزيد من التبادلات التجارية. على المستوى الاقتصاد الدولي بالطبع هذا التكتل يمثل أهمية كبيرة في تحقيق ربما الخلل في النظام الاقتصادي الدولي فيما يتعلق ب يعني ضمان آلية الوصول إلى آليات التمويل، تحقيق التنمية المستدامة، تحقيق عدالة وتوازن بين الشمال وبين الجنوب، العمل على دعم وتعزيز فكرة التنوع في الاقتصاد الدولي ومؤسساته، كل هذا بيمثل أهمية كبيرة حقيقة للجانب المصري. على المستوى السياسي بالطبع هذه المجموعة وهذا الانضمام يعطي لمصر طبعا أهمية كبيرة من حيث أن هذه الدول تمثل دعما كبيرا للقضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية التي تمثل محور محور أجندة السياسة الخارجية المصرية كصمام أمان للشعب الفلسطيني لحقوق المشروعة، وبالطبع دول الصين الهند روسيا وغيرها لهم مواقف متوازنة، مواقف داعمة للقضايا العربية للقضية الفلسطينية ضد وقف مع وقف إطلاق النار، وقف العدوان مع حل الدولتين، كل هذا بيمثل أهمية كبيرة حقيقة وبيعطي المزيد من الدعم ويحقق الفوائد لمصر سواء على تعظيم المصالح المصرية أو الدفاع عن القضية العربية وبالطبع منها القضية الفلسطينية. نعم دكتور أحمد، يعني المنافع المتبادلة بين بريكس ومصر، يعني قرار بريكس بضم مجموعة من الدول غير الدول الأساسية المتواجدة في هذا التجمع، يعني المنفعة المتبادلة ما الذي سيعود بالنفع على بريكس من ضم هذه المجموعة من الدول وكان على رأسها مصر؟ بالطبع كما ان مصر ستستفيد من المجموعه وانضمام للتكتل، ايضا التكتل دول المجموعه ستستفيد من الدول الجديده ومنها مصر بالطبع، مصر والامارات والمملكه العربيه السعوديه وغيرها من الدول. اولا مصر تمثل اولا بوابه مهمه لدول المجموعه نحو الشرق الاوسط وافريقيا. الامر الثاني مصر ايضا في ظل حاله الاستقرار السياسي والامني تمثل بيئه واعده للاستثمارات من دول هذه المجموعه، خاصه في محور التنميه وغيرها من المشروعات، في ظل نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، في ظل اصلاح مناخ وتحسين مناخ الاستثمار، وهذا يمثل اهميه كبيره لان هذه الدول تبحث عما يسمى التعافي الاقتصادي، خاصه بعد الازمات الكبرى جائحه كورونا ثم الحرب الروسيه الاوكرانيه وما تسببت فيه هذه الازمات من تداعيات سلبيه سواء على اقتصادات الدول او على الاقتصاد العالمي، وبالتالي لديها مصلحه في بناء شراكات اقتصاديه مع دول مهمه اقتصاديا مثل مصر التي ايضا يعني لديها عدد سكان كبير وسوق واسعه ايضا لسلع ومنتجات هذه الدول. مصر في موقعها الاستراتيجي ايضا بامكانياتها الاقتصاديه الضخمه تمثل ايضا مزايا مهمه، اضافه طبعا الى ان هناك تعاون الان بين دول الجنوب العالمي التي تعطي اهميه في اصلاح خلل في موازين القوى الدوليه سواء في النظام الدولي السياسي او متعلق بالنظام الاقتصادي. هناك ايضا الان مؤسسات مهمه لا تعد بديله طبعا عن المؤسسات التقليديه مثل صندوق النقد او البنك الدولي، لكن على الاقل هي تمثل يعني تنوع في المؤسسات الدوليه خاصه بنك التنميه الاسيوي التابع لايضا تجمع البريكس، وبالتالي هناك مزايا كبيره. ايضا هناك ايضا انضمام الامارات العربيه والسعوديه فيما يتعلق بتعزيز سياسات الطاقه العالميه، كلها تمثل لان العلاقات الدوليه الان هي تقوم على المنافع المتبادله والمصالح المشتركه، لا ترتكز على الايديولوجيا كما كان في السابق، ولكن الان كل الدول لديها ما تقدمه وتستفيد من الدول الاخرى في اطار تعظيم المصالح المشتركه، وهذا بيعكس طبعا التوجه المصري نحو بناء الشراكات الاقتصاديه لدعم التنميه في الداخل في اطار دبلوماسيه التنميه بما ينعكس في نهايه المطاف بالنفع على المواطن المصري. اشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه، كنت معنا عبر الهاتف. أصبح تكتل بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم على الرغم من حداثة عهده وصغره من حيث عدد أعضائه مقارنة بنظرائه من التكتلات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والأسيان. يتميز بريكس عن غيره من التكتلات العالمية بأنه غير تقليدي، فدوله لا تشترك في نطاق الجغرافي بل تنتشر في 4 قارات هي آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا.
سنوات أو ربما عقود تلك التي يحتاجها عالمنا للوصول به إلى عالم متوازن في علاقاته الاقتصادية. من هنا جاءت أهمية انضمام مصر إلى مجموعة البريكس كقوة اقتصادية وسياسية. وبرغم حداثة عهد تكتل بريكس وقلة عدد أعضائه مقارنة بنظرائه من التكتلات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والآسيان، فإن بريكس أصبح اليوم أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظراً للثقل الاقتصادي لدوله في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، مما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين. يميز هذا التكتل عن غيره من باقي التكتلات العالمية أنه غير تقليدي، فدوله لا تشترك في النطاق الجغرافي بل تنتشر في 4 قارات، هي آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا، وبالتالي لا تشترك في التراث الثقافي والتاريخي ولا الهيكل الإنتاجي، إنما تشترك في كونها دولا نامية وناشئة تسعى لتحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية، وهو الهدف الرئيسي الذي دفعها لتأسيس هذا التكتل، خاصة وأن الوزن النسبي للصين وروسيا إضافة إلى بعض دول الخليج كالسعودية والإمارات ودول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل تؤكد قوة التكتل. تتوقف قدرة التكتل على تنفيذ أهدافه على اتخاذ قرارات من شأنها تغيير بعض المفاهيم والمعادلات والعلاقات في الاقتصاد الدولي. من أهم تلك القرارات اتخاذ اتجاه مرتبط بتقليل الاعتماد على الدولار ليصبح الاعتماد على العملات المحلية، والاتجاه إلى أن تصبح هناك عملة خاصة بدول البريكس. كذلك ضرورة عدم الاعتماد على صندوق النقد والبنك الدوليين من خلال تفعيل وتقوية مؤسسات أخرى بديلة. وفي ظل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتخذها وتنفذها القيادة المصرية الرشيدة، يأتي انضمام مصر إلى تكتل البريكس ليضيف أبعاداً هامة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، كجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل الميسر من خلال بنك التنمية التابع لتكتل البريكس وتطوير قطاع الصناعة وزيادة التبادل التجاري. وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد أعلن عدداً من المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول البريكس، على رأسها زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر من دول المجموعة إلى نحو 17.4 مليار دولار حتى سبتمبر 2023. عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أول اجتماع لها في دور الانعقاد الخامس. تناول الاجتماع استعراض الخمسة النواب الذين اختارهم مكتب المجلس للانضمام لعضوية اللجنة العامة وفقا لأحكام اللائحة ووفقا للائحة الداخلية للمجلس. كما وافقت اللجنة العامة على اختيار أعضاء لجنة القيم لدور الانعقاد الخامس. وخلال الاجتماع أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالأداء الراقي والمناقشة البناءة التي تمت بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. عقد
عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد مستشفى 500-500، حيث أشار وزير التعليم العالي إلى أن تنفيذ المشروع بلغ نسبا متقدمة للغاية تتجاوز 85%، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من مرحلة 340 سرير في ديسمبر من عام 2024. شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 13، والتي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة اليونان بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية. شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 13، والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة اليونان بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية، وذلك بحضور عدد من رؤساء أركان وقادة القوات المسلحة للدول المشاركة في التدريب والسفير المصري باليونان، حيث بدأت المرحلة الرئيسية بتقديم عرض تفصيلي على متن حاملة المروحيات أنوار السادات، تضمن عرض الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في المراحل الابتدائية للتدريب. ثم تلا ذلك تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، بداية من تنفيذ قذف جوي ضد عدد من الأهداف المعادية على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام، أعقبها تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ. كما قامت القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بتنفيذ عدد من الأنشطة كفتح الثغرات وتأمين رأس الشاطئ، فضلاً على تنفيذ تدريب حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها. ثم تنفيذ عملية برمائية للسيطرة على الأهداف الحيوية بواسطة وسائط الإبرار المحمولة على متن حاملة المروحيات المصرية. كذلك قيام طائرات الهليكوبتر الهجومي بتقديم الدعم النيراني المكثف لتأمين ممر الاقتراب لوسائط الإبرار. كما نفذت عناصر الصاعقة عملية الاقتحام الرأسي التي مكنتهم من السيطرة والقضاء على العناصر المعادية في أزمنة قياسية. وعلى هامش حضور المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 13، قام الفريق أحمد خليفة بزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول لوضع باقة من الزهور تخليداً لذكرى شهداء الحروب. ثم توجه إلى مقر هيئة الأركان العامة اليونانية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. أعقبها عقد لقاء مع الفريق ديمتريوس خوبس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز أواصر الشراكة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بسيد نيكولاوس دينديز وزير الدفاع اليوناني
وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع بالمنطقة والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك. حضر التدريب قائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية. أكد مصدر رفيع المستوى تمسك مصر بأن تؤدي أي خطوات تجاه التهدئة إلى الوصول لوقف إطلاق نار شامل بالمنطقة، وأضاف المصدر أن مصر أكدت على أهمية سرعة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إسرائيل لعقد اجتماعات مع زعماء إسرائيليين في مستهل جولة أوسع في الشرق الأوسط تستهدف إحياء محادثات وقف إطلاق النار. تأتي زيارة بلينكين وهي 11 للمنطقة منذ 7 من أكتوبر من عام 2023، وما تلاها من عدوان إسرائيلي مستمر على قطاع غزة. ومن المقرر أن يلتقي بلينكين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوف جالانت ومسؤولين آخرين، وذلك في إطار زيارة للشرق الأوسط تستغرق أسبوعا تشمل كذلك الأردن وقطر. تحل اليوم الذكرى 35 لاتفاق الطائف والذي أنهى حربا أهلية في لبنان استمرت ما بين عامي 1975 إلى 1990، ونص الاتفاق على إلغاء الطائفية السياسية، واعتباد ذلك يعد هدفا وطنيا أساسيا. كما نص الاتفاق على فرض سيطرة الدولة على كامل أراضي لبنان. لا سلام في لبنان بدون الطائف، ولن يفرط شعب الطبيعة الجبلية في هذا الشعار وسط أعاصير الصراعات مع إسرائيل وتسونامي الحروب الخارجية التي تهدد أمن واستقرار بلاده. اتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب الأهلية منذ 35 عاماً يظل حائط الصد والجدار العازل أمام أي قنابل طائفية تنسف السيادة اللبنانية على أراضيه، وخصوصاً في مناطق الجنوب التي مزقتها المواجهات المسلحة مع المحتل الإسرائيلي لأكثر من 3 عقود. وشكل اتفاق الطائف مبدأ التعايش المشترك بين الطوائف اللبنانية المختلفة وتمثيلها السياسي السليم كهدف رئيسي للقوانين الانتخابية البرلمانية في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية التي اجتاحت لبنان منذ عام 1975. الاتفاق منح قبلة الحياة لهيكلة النظام السياسي في لبنان وإقرار الميثاق الوطني عن طريق نقل بعض السلطة بعيداً عن طائفة بعينها، وانتصرت ورقة الطائف عبر توزيع المناصب السيادية بين جميع الطوائف. We'll be right back.
عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك أن طلب هذا الاجتماع يأتي في ظل وحشية الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وفي ظل دخول جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وتنفيذ أبشع صور التهجير القسري والتدمير والتجويع خاصة في شمال قطاع غزة، في خطة ممنهجة لإفراغه تماما من سكانه وسط حالة العجز والصمت الدوليين. يأتي هذا التقرير بعد أكثر من عام على حرب الإبادة الجماعية على غزة، والتي ألحقت أضراراً كارثية بجميع القطاعات الحيوية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأس هذه القطاعات خدمات الصحة والمرافق والتعليم. وبقدر ما قتلت هذه الحرب من آلاف الأبرياء، بقدر ما تعمدت تدمير المجتمع الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني بما كان له أثر بالغ على حياة السكان المدنيين، خاصة الفئات الهشة من الأطفال وكبار السن والنساء والفتيات. أصحاب السعادة، لا تسعفني الكلمات واللغة لأعبر عن الآلام والظلم والعذاب الذي يتجرعه شعبنا الفلسطيني، فالكلمات تعجز أمام هول وفداحة العدوان والجرائم الهمجية الإسرائيلية بحق الأطفال والنساء في فلسطين. والدعوات والمناشدات لا تجدي نفعاً أمام آلة القتل الهمجية الإسرائيلية التي لا ينتمي فاعلها لجنس البشر الأسوياء إلا بالشكل، لكنني مع ذلك لن أبلع لساني، لأن الكلمة على الأقل ليست أضعف الإيمان، ولأن الله تعالى قال لرسوله: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، وقال: فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دعم بلادها لجهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقائها أميرة قطر الشيخ تميم بن حمد آل سان لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط. كما أكد البيان الصادر عن الاجتماع الدعم المشترك لقوات الأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل، والحاجة إلى ضمان سلامة أفرادها، وكذلك العمل على التنفيذ الكامل للقرار رقم 1701 من خلال الدعم الدولي الضروري للقوات المسلحة اللبنانية. دعا البيت الأبيض جميع الأطراف إلى التعاون في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وزيادة حجم المساعدات المقدمة للمدنيين. من جانبه أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن السلطات الإسرائيلية تواصل منع البعثات الإنسانية من الوصول إلى شمال قطاع غزة، محملة بالإمدادات الحيوية بما في ذلك الأدوية والأغذية للأشخاص المحاصرين. وفي تدوينة له على منصة أكس، أكد لازاريني أن المستشفيات في قطاع غزة تعرضت للقصف وأصبحت بلا كهرباء، بينما ترك الجرحى دون رعاية طبية.
تستمر قوات الاحتلال في وضع العراقيل المختلفة أمام المساعدات الإنسانية التي تدخل لقطاع غزة. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المجهودات المصرية لإدخال مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدة من العريش وأمام بوابة رفح المصرية في محاولة لتخفيف ويلات الحرب عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. المزيد مع مراسل التلفزيون المصري من هناك كريم بيبرز. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية. ننقل لكم حجم المساعدات الإنسانية والمجهودات المصرية المختلفة لإدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نتحدث أن اليوم زادت أعداد الشاحنات التي دخلت من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم. رصدنا خلال الأيام الماضية، نتحدث عن 3 أيام، انقطاع بالتمام والكمال بدون دخول أي مساعدات، ثم تلاها يوم ب70 شاحنة، ثم بعد ذلك 30 شاحنة، أرقام قليلة جدا. اليوم دخل 105 شاحنات دخلوا بالفعل من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم. أفرغت بعض هذه الشاحنات حمولاتها في الناحية الأخرى، ومنها أيضا شاحنات للوقود مثل شاحنتين للغاز أفرغوا بالفعل حمولاتهم في الناحية الأخرى وعادوا أدراجهم مرة أخرى. ولكن أيضا رصدنا عودة بعض الشاحنات كما هي بدون أن تفرغ حمولاتها، وهذا ضمن نهج قوات الاحتلال لعرقلة دخول المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها، إما بمنعها من الدخول على الإطلاق أو في بعض الأحيان تأخير دخولها وحسب حسب الحجة المختلفة التي تستخدمها قوات الاحتلال لممارسة الضغوطات المختلفة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أجل التجويع، سياسة التجويع أو سياسة التهجير بشكل عام. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا المساعدات أو المجهودات المصرية لا تقتصر على المساعدات الإنسانية التي تدخل من أمام بوابة فقط، ولكن أيضا المساعدات التي تلقى جوا في شمال قطاع غزة، أطنان من المساعدات تنزل جويا أيضا تقوم بها مصر ضمن المجهودات المختلفة. اليوم هو يوم مختلف فيما يتعلق بالتغيرات على أرض الواقع. وصول وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى الشرق الأوسط للتحدث حول آليات لوقف إطلاق النار أو زيادة تدفق المساعدات. وزير الدفاع الأمريكي كان من أسبوع تحدث أيضا عن أهمية تدفق وزيادة المساعدات. الأمم المتحدة كانت تحدثت عن احتمالية تواصل الاتفاق مع قوات الاحتلال لدخول عدد من المصابين ليتلقوا العلاج أو خروجهم من قطاع غزة ليتلقوا العلاج في أوروبا. عدد كبير من الأخبار، ولكن قوات الاحتلال حتى الآن لا تنفذ أي من هذه الوعود أو أي من هذه الأحاديث على أرض الواقع. بالطبع الصورة هنا من أمام بوابة معبر رفح المصرية دائما مفتوحة، بوابة معبر رفح المصرية لم تغلق أبوابها ودائما مستعدة لدخول كل أنواع المساعدات من هنا إلى الناحية الأخرى، أو حتى إذا فتحت المعابر أو فتحت الناحية الأخرى قوات الاحتلال الفرصة لخروج المصابين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى. عقد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار اجتماعا مع نظيره العراقي، حيث تناول اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. تناول وزير الصحة في اللقاء مع نظيره العراقي فرص التعاون في تبادل الرؤى والخبرات بما يساهم في إثراء العلاقات في المجال الصحي، ومن حيث الصناعات الدوائية وإنشاء وتطوير المنشآت الطبية والبرامج التدريبية لتنمية قدرات ومهارات الفرق الطبية المختلفة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن إمداد المدارس بتطعيمات فاسدة ومنتهية الصلاحية. وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التي أكدت جودة وسلامة جميع التطعيمات على مستوى الجمهورية، حيث تخضع جميعها للفحص والمراجعة الدورية لصلاحيتها وآلية حفظها. نهاية نشر عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يصل مدينة كازان الروسية للمشاركة في قمة بريكس التي تشارك فيها مصر كعضو للمرة الأولى. مصر تؤكد تمسكها بتحقيق وقف إطلاق نار شامل بالمنطقة وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. عشرات القتلى والمصابين في استهداف قوات الاحتلال لمستشفى الحريري بالضاحية الجنوبية لبيروت.
بختام العناوين نصل معكم لختام النشرة الثالثة. شكرا لكم وإلى اللقاء.